عاجل الساعة 7 الصبح. سيدة مسنة تجاوز عمرها 70 عاما تجلس على رصيف لتبيع عددا من الطواقي التي تلبس على الرأس في مقابل عائد مادي بسيط، تبحث عن قوت يومها بالحلال هنا في محافظة سوهاج. والله يا اخي عاجبيهم يعني 3 مرات في الاسبوع الساعة 7 ونص 7 تجي 7 ونص 7 وتمشي الساعة كام؟ وامشي قبل العصر. قرب المايك منك. بتمشي على الساعة 3 كده قبل العصر عندك. بتبيع الطقيدة بكام؟ ابيعها ساعة ب20 ساعة ب15 ان يكون ولد حلال ياخذها ب25. يعني ممكن تروح بكام في اليوم مكسب مثلا؟ حتى نهار راح 200 جنيه بس. لا بالشغل كله يعني؟ بالشغل كله. تدفع منهم مصاريف الحاجات اللي انت بتشتريها؟ ايه دلوقتي كنت ادفع بادي يعني البيع ب 400 راح اودي اصحاب الطواقي والباقيين اخليهم لي. طب قولي الطاقية ورينا اسعار الطواقي دي كده عندك كده يا خالة، وريها لي كده. دي سعرها كام؟ سعرها 15 جنيه. 15 انت بتشتريها بكام اساسا؟ ابيعها ب 20 والوالد الحلال ياخدها ب 15. عشان تيجي هنا قيمة كل يوم يا عادي 3 مرات. مفيش مصدر داخل ليك ولا رزق ليك غير بتاع الطواجي. عند ربنا وعبد بصنك. كما سمعتم أعزائي المتابعين المشاهدين في كل مكان، متابعي ومشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، هنا سيدة مسنة تفترش الرصيف وتبحث عن قوت يومها بالحلال كما تشاهدون. تخرج من منزلها في الصباح في الساعة 7 صباحا وتعود ربما في الساعة 4 عصرا في مشوار ورحلة بحث عن قوت يومها بالحلال دون أن تمد يدها لغيرها. كما تشاهدون برغم سنها الكبير إلا أنها أصرت أن تكافح من أجل كسب قوت يومها بالحلال.